عليكم، معكم عبد الملك القرادي في مقطع جديد. في هذا المقطع ان شاء الله راح نقري مقابلات مع لاعبين نادي السيب، واللاعب الاول معنا هو اللاعب سعيد الفارسي. سعيد الفارسي، كيف الحال؟ الحمد لله بخير عافيه صاحبي. اول شيء، كيف كانت بدايتك في كره القدم وكم كان عمرك لما بديت تمارس كره القدم؟ والله بداياتي من حتى العمر ما اتذكره، ولكن بدايتي في 2002، بدايه من مراحل السنيه. ابتديت من مراحل السنيه اول مبادي، بديت عن طريق المدارس، وبعدها ترحلت من المراحل السنيه لين وصلت الفريق الاول. زين كابتن سعيد، ليش اخترت تكون حارس بدل عندكم مهاجم ومدافع او لاعب وسط؟ والله ده السبب ما اعرفه، بس للامانه اكتشفت نفسي اني اكون في المرمى واستمريت على هذا المنوال. هل تفكر في الاحتراف الخارجي خارج السلطنة؟ ما حد ما يفكر في الاحتراف، ولكن شوية صعبة، ولكن الواحد يسعى إن شاء الله إذا ربنا كاتب لنا بنحترف. أفضل لاعب مر على المنتخب الوطني بوجهة نظرك؟ والله هم لاعبين كثار كبار، يعني صعب تهضم حقهم، ولكن في رأيي الشخصي المتواضع عن الضرب. نادي تتمنى تلعب؟ كل الأندية على عين رأسه، ولكن يبقى الإمبراطور هو الأول. أفضل لاعب في الخليج؟ مستوى الخليج يمكن في الوقت الحالي من المنتخب السعودي، يمكن سالم الدوسري. من هو قدوتك في اللعب؟ يعني على مستوى الحراسة قصدك؟ أيوه. شوف، على المستوى المستوى في النهاية الجميع يقول أن علي الحبسي على مستوى عمان، ولكن أفضل حارس عندي بوفون. كلمة للجمهور السيبالي. والله نتمنى إن شاء الله نكون نحن هذا الموسم نكون لنا كلمة عكس الموسم الماضي، وإن شاء الله الله يكتب لنا الخير في هذا الموسم إن شاء الله. كلمة أخيرة للمتابعين اللي يتابعون المقابلة. أول شيء نشكرك الملك على هذا المقابلة، وإن شاء الله يكون من استمرار لاستمرار من تفوقك بإذن الله. إن شاء الله. بعد ما خلصنا من سعيد الفارسي، الحين معنا الكابتن سعيد الفارسي. سعيد الفارسي، كيف الحال؟ حياك الله. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف كانت بدايتك في كرة القدم؟ كم كان عمرك لما بديت تمارس كرة القدم؟ والله ما اذكر كم كان عمري يعني بالضبط، بس كنت العب مع منتخب المناطق، كنت منتخب شرقي يعني. ليش اخترت تكون لاعب؟ والله يعني في البداية كنت ألعب ظهير يمين، بعدين وسط يمين، بعدين دخلت في النص يعني تدرجت شوي شوي. أيوة. هل تفكر في الاحتراف خارج السلطنة؟ والله كل لاعب يتمنى الاحتراف الخارجي، وهذه كرة القدم حق، ولازم يعني تشد حيلك، وإن شاء الله التوفيق يجي من رب العالمين يعني. أفضل لاعب مر على المنتخب الوطني بوجهة نظرك؟ والله في لاعبين كثار، بعدنا مستمرين ننتظر يعني. سؤالك لو يتأخر شوي، لأن إن شاء الله يظهروا لاعبين يكونوا أفضل وإنجازاتهم أكثر إن شاء الله. نادي تتمنى تلعب فيه؟ في عمان ولا عادي خارج منه؟ والله أنا يعني ما أتمنى، بس أنت ما يكون من نادي يلعب فيه يعني. أفضل لاعب في الخليج؟ والله حاليا صالح شهري. صالح شهري. كلمة لجمهور سيباوي. والله جمهور سيباوي يعني ما يحتاج للمكلمة، هم خلفنا يعني من يوم جيت النادي سنتين هم خلفنا، وهذا شيء غريب على جمهور سيب. إن شاء الله أن هذا السنة نوعدهم بأكثر عن بطولة إن شاء الله. إن شاء الله. ثلاث لاعبين قادمين في الكرة العمانية، وتوقع منهم الفروز والاحتراف في أوروبا، ونصيحة توجهها لهم. والله يعني أنا أتمنى إن شاء الله المنتخب مثل ما تعرف يعني لاعبين عناصر جداد وصغار، وأنا أتمنى لهم صراحة كلهم الاحتراف الخارجي. إن شاء الله يركزوا على حاجة معينة هم يريدوها ويركزوا عليها ويشدوا حيلهم، ما في شيء مستحيل يعني في كرة القدم. كلمة أخيرة توجهها للمتابعين اللي يتابعون المحاضرة. والله يعطيكم العافية وما قصرتوا، إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقكم، ونشوفوا إن شاء الله التلفزيون عمان ان شاء الله، نشوف اكثر من ان شاء الله. وبس هذا كان مقطعنا، وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى عجبكم المقطع، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناه، وترقبوا الجزء الثاني من المقابلات مع لاعبي المنتخب ولاعبين اخرين، ودمتم في حفظ الله ورعايته.